كارما كارما كارما. قطعت نفسي، كنت براجع عليكي. سوري صوت الميوزك كان عالي. صباح الفل. صباح النور. بس اللي في سنك بيروح الجيم، ايه اللي بيجريكي هنا؟ لا ما انا كمان ساعات بتخنق من جو الجيم، ولا بحب اجري في الطبيعه عشان اشم نفسي اكتر هنا. عندك حق. وانت بقى هواياتك تانية رياضيه ايه غير الجري؟ الجري بالنسبه لي مش مجرد رياضه، ده الوقت الوحيد اللي بهرب فيه من كل مسؤولياتي. ببقى حر، تقدري تقولي كده، بستمتع بالصمت اللي حواليا، بستمتع من ولا حاجه. انا بس دلوقتي فهمت ايه سر نجاحك الفظيع في شغلك. ايه بقى؟ حالة الولا حاجة اللي انت عايشها دي اللي بتخليك في مود الجري. طب تسمحي تشاركيني في حالة الولا حاجة دي؟ تشرفني. بالنسبة انك لابس زي. طب يلا نكمل جري قبل ما ايه، انا لسه سخنة. Are you okay؟ اتعبت شويه بس مش قادر اجري. كمل انت. فيك حاجه؟ لا مش حاضر اجري. تعالي اتمشى شويه. اتمشى معاك. اخبار المؤسسه الخيريه اللي بيعملها لك مصطفى ايه؟ لسه على الورق بس تمام، بتتجهز. وناويه تتفرغي لها ولا هتعملي البيزنس جنبها؟ لا تفرغ لها تماما، حاسه ان المشروع ده مناسب ليا جدا، وبعد كده لما ابقى زهق بقى ارجع افكر في البيزنس. العمل الاجتماعي مهم جدا، وخصوصا لرجال الاعمال الناجحين. بس انت بديها بدري قوي، انت لسه صغيره. ابدا من حيث انتهى الاخرون ولا ايه؟ صح جدا. انا بيعجبني تفكيرك قوي، بس لازم فيك ايه؟ انا بموت يا كرمه. ايه بتموت؟ ايه بموت؟ لا ما بتموتش. بموت في امور هاد. مش قادر احرك دراعي. انا دراعي دراعي شمال نفسي وجع شانيه في صدري. شانيه ماشي. حاسس هموت هموت، مش قادر اخد نفسي. ما تخافش مش هتموت. مرات فين؟ هو فين؟ في أي أوضة؟ لسه ناقلين العناية المركزة. العناية المركزة ليه؟ في إيه؟ معرفش، كنا بنجري وفجأة وقع ونقلته هنا على طول. هو بيشتكي من حاجة؟ سجاير، بوظ له كل شرايينه. تعالوا نشوف. أنتِ دفعتي فلوس؟ مش بينا الكلام ده يا دكتور صافي. أنا أنزل تحت أكمل الإجراءات. شريف روح معاه. تعالوا بسرعة. طمنوا يا جماعة، هو بقى كويس دلوقتي. هيحطوه تحت الملاحظة 24 ساعة، هيعملوا له فحوصات لازمة، وبعدها إن شاء الله هيطلع البيت. إن شاء الله عمي هيرمح زي الخيل فلس. اسكت. يعني ممكن نشوفه دلوقتي؟ لا ما ينفعش، ممكن بعد ساعتين يكون فاق ونشوفه. يا راجل يا عجوز. هي دي يا كارما،
يا راجل يا عجوز، الزمن اللي عدى، انا امبارح كنت شباب، شباب جدا، عملت بيت وأولاد، بس قضيت عمري كله بجري من اجتماع لاجتماع، من بلد لبلد، حتى لما كبرت فضلت اجري لحد ما وقعت وشفت الموت بعناية. عن الشر عليك ما تقولش كده، دي أزمة قلبية بسيطة وعدت، الدكتور ما قالش حاجة مهمة يعني. وأنا في المستشفى كان عندي شوية وقت أفكر، أنت اللي كنت معايا لحظة ما وقعت. الصدفة، بالصدفة أنا اللي كنت معاك، وأي حد مكاني كان ممكن يعمل كده. وبعدين شريف وسارة لما عرفوا بالخبر جريوا عليك على طول، اعتبرني زي بنتك ولا إيه؟ ما تحاوليش تجملي الصورة، صافي والأولاد جم بعد ما خلصوا اجتماعاتهم، أول ما شافوا تليفوناتهم، وحتى أول ما رجعت البيت زي ما انت شايف أهو مفيش حد جنبي، كل واحد جري على مصالحه، انت الوحيدة اللي معايا هنا دلوقتي. ياه، الدرجات دي انت زعلان منهم؟ بالعكس، أنا زعلان من نفسي، أنا دلوقتي بدفع تمن كل اللي فات. خلاص يا سيدي، اعتبرني أنا زيهم، واحدة من العيلة. ممكن أطلب منك حاجة؟ أنت تؤمر. ممكن تقولي لي يا بابا؟ يا ريت، بس مش هينفع. ليه مش هينفع؟